السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الجزء الثاني من الأفلام اللي بتناقش مشاكل نفسية. الإنسان مكون من جسد ونفس، فممكن تحصل مشاكل في الجسد بيروح لدكتور، والنفس برضو يروح لدكتور أو يحاول يفهمه بشكل أفضل. فمن خلال القراءة والأفلام بنقدر إن إحنا نتفهم بشكل أفضل، لكن لأن الناس كتير ما بتحبش تقرأ فإحنا قلنا نجيب لكم الأفلام اللي بتناقش الأمراض ديت، وكلها أفلام التصنيف بتاعها قوي وأفلام جميلة إن شاء الله. طيب As Good As It Gets ده من ضمن الأفلام اللي بتتكلم على الوسواس القهري، وده مرض يعني ممكن يسيب الإنسان بشكل رهيب جدا وممكن يخليه يفكر في موضوع الانتحار، فلازم إن احنا نفكر فيها. ممكن الإنسان يكون عنده مشاكل كتير جدا وانت شايفه بيبتسم ويضحك والحاجات دي كلها، فلما نتفهم المرض بشكل كويس نقدر إن احنا نتعامل معاه بشكل أفضل. طيب في بقى فيلم اسمه What's Eating جيلبرت جراب، ده بيتكلم عن مرض التوحد وبيتكلم عن مرض الاكتئاب وبيتكلم على السمنة المفرطة والأكل الكتير. ففي ثلاث مشاكل بيعالجها الفيلم، والفيلم التقييم بتاعه كويس وبيجي 13، دي يعني فيلم صالح الناس كلها تتفرج عليه مش للكبار. لو في فيلم للكبار يبقى ما ينفعش احنا نتفرج عليه، يعني هم صنفوه ان هو كبار يبقى الكبار ما نتفرجوش عليه. ده التقييم بتاع الناس معينين او العلمانية اسلام، لا ما في لقطات وحشة ما ينفعش عليه خالص، يعني مصطلح للكبار فقط مش معناها ان الكبار يتفرجوا عليه، معناها ان هو حرام ان احنا نتفرج عليه. طيب في فيلم اسمه شاتر ايلاند، فيلم من الافلام اللي طول الوقت تقعد تفكر هل هو ده مرض حقيقي ولا توهم. يعني الانسان بيبقى متوهم وعنده خيالات والحاجات دي كلها، فالفيلم ده هيخليك تفكر في الموضوع ده بشكل بشع، يعني الفيلم هيخلص واحنا مش عارفين دي حقيقة ولا توهم. ده من ضمن المشاكل، يعني نسأل الله العفو والعافية. في فيلم اسمه مصري، ده بيتكلم عن اضطراب الشخصية الحدية السادية، تعذيب النفس. طيب نخش على الفيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind، ده بيتكلم على موضوع الذاكرة، فهو طول الوقت عمال ينسى، فطبعا مشكلة كبيرة لموضوع الذاكرة، يعني ذاكرة الإنسان وذاكرة الدول لازم يبقى عندها ذاكرة وتاريخ والحاجات دي كلها، فدي من الحاجات اللي مهمة جدا. الإنسانية تفقد معنى الإنسانية لو هي ما عندهاش تاريخ وذاكرة. موضوع الذاكرة ده مش حاجة بسيطة، لا يعني تخيل ان انت يعني مرة واحدة فقدنا كل التاريخ بتاعنا ومش فاكرين حاجة خالص، فهنكمل ازاي؟ العالم نفسه هيكمل ازاي لو هو مش عارف الدروس من الحاجات اللي حصلت قبل كده؟ دينيو داركو ده بيتكلم عن انفصام الشخصية. ليتل مس سانشاين ده بيتكلم عن مرض الاكتئاب، ازاي ان هو ممكن يتسبب في موت الناس رغم ان هو ممكن يكون اللي عنده الاكتئاب ده يعني قبل ما ينتحر بساعات كان عمال يضحك ويهزر ومبتسم والحاجات دي كلها. امريكان ده بيتكلم عن اضطراب الشخصية الحدية. في فيلم اسمه سيلفر لانج بلاي بوك، بيتكلم عن الوسواس القهري واضطراب ثنائي القطب. اتكلمنا عن ثنائي القطب، شويه بيضحك وشويه بيعيط، ففي تقلبات كده ومش مستقر على حال. فيلم بيتكلم ستيل الايس، ده بيتكلم عن فيلم على الزهايمر. طبعا في فيلم عربي اسمه زهايمر لعادل امام، هنا يعني بيتكلم بس بتفاصيل اكتر وتفهم المرض بشكل افضل. في فيلم اسمه جيرل انتربيوتد، ده بيتكلم على اضطراب الشخصية الحدية. بلاك سوان بيتكلم على الهلوسة والاوهام. بلاك سوان يعني البجعة السوداء، البجعة السوداء لان العالم كله ما كانش شايف اي بجعة غير بيضاء، فالبجعة البيضاء دي الاساس، فكان في نظريه ان مفيش بقى اي بجعه غير بجعه بيضاء. لما راحوا استراليا فوجئوا ببجعه سوداء، ف
فرجع بجعة واحدة نقضت الإجماع اللي هو كان بيتكلم إن كل البجع لونه أبيض. ملحوظة، ما تتفرجش على فيلم كلها مرة واحدة، يعني يكفي فيلم في الأسبوع. ليه؟ لأن النفس بتشيل من المشاعر اللي موجودة في الأفلام. الفيلم ده من أقوى الأفلام، يعني هو مصنف عالميا إن هو من أفضل الأفلام. فورست جامب، تمام؟ فورست جامب من الأفلام اللي بتعالج التراما بعد الصدمة، واحد تفكيره بسيط خالص، لكن هو بسبب توبته سبحان الله ربنا بيوفقه لحاجات كتيرة كويسة، وهو بيتعامل مع كل الأمور بأمر عفوي. فمن أجمل الأفلام اللي الناس كتيرة، يعني في أعرف ناس بتتفرج على الفيلم ده كل سنة. توم هانكس كان عامل شغل جبار فيه، والفيلم ده يعني بعد كده عملوه بأفلام عربي وأفلام هندي وأفلام كتير جدا، لكن النسخة الأصلية تبقى هي الأفضل والأروع. في فيلم بيتكلم على مرض التوحد اسمه رين مان، والفيلم ده اتعمل فيلم مصري. واحد غني وبعد كده بيفاجأ إن أخوه اللي هو عنده توحد وكان معتبره متخلف عنده قوة ذكاء رهيبة وعنده ذكاء رهيب، فبيحاول إن هو يستغله بحيث إن هو يكسب فلوس، رغم إن هو ما كانش بيفكر غير في مصلحته الشخصية، يعني ما كانش مهتم في أخوه. لكن في آخر الفيلم بيبدأ الأمور تتحسن ويبدأوا إن هما يبقوا كويسين مع بعض. أنا ما حرش الفيلم على فكرة. طيب، في فيلم اسمه ميمنتو، ده بيتكلم على فقدان الذاكرة قصيرة الأمل، واتعمل فيلم لكريم عبد العزيز. الراجل كل شوية بيفقد الذاكرة، وبيضطر إن هو يعمل تاتو، وبيضطر إن هو يكتب وياخد نوتس عشان يفتكر، لأن هو كل شوية بينسى، كل شوية بينسى. فمن الأفلام الجميلة جدا. في فيلم اسمه فايت كلاب، الفيلم ده كان كتاب، قريت الكتاب، وكتاب رهيب، ويعني ناس كتيرة قعدت تعمل فلسفة كتيرة في الموضوع. هل هو بيتكلم عن انهيار أمريكا ولا إيه؟ في حد عنده انفصام وعنده شخصيتين، شخصية فيهم قائدة جدا وشخصية بسيطة جدا، وشخصيتين بيحاربوا بعض وبيتصارعوا مع بعض. يعني فيلم رهيب، وحتى واخد 8.8، يعني من أعلى الأفلام على مستوى العالم، واخد تصويت عالي جدا الفيلم، بس ممكن يكون فيه بعض اللقطات السيئة لأن هو واخد الرينك R. يعني أشوف بقى نقطة، يعني النسخة ما يكونش فيها اللقطات السيئة. ده من برضو أجمل الأفلام أيام سام، يعني شخص تفكيره بسيط وبنته بتبقى ذكية، عندها 7 سنين لكن هي أذكى منه كتير، وهي اللي بتعلمه وهي اللي بتقوده. فهتستمتع جدا جدا بالفيلم، فيه مشاعر كتيرة من البراءة ومن الطفولة. راجل تفكيره بسيط لكن راجل بيحب بنته، بيحب إن هو يخلي باله من عائلته وكده. A Beautiful Mind ده واحد أخد جائزة نوبل، والنظريات بتاعته يعني من النظريات القوية جدا، قرأتها. يعني نظرية الألعاب، إن هو يقدر يتنبأ بحاجة، وأثر كتير على الموضوع الكمبيوتر، لكن هو كان عنده توهمات. التوهمات اللي عنده دي يعني توهمات العباقرة. أنا أعرف واحد صاحبي كان عبقري جدا جدا ما شاء الله، لكن كان عنده نفس المرض ده، وطول الوقت حاسس بمؤامرات وأوهام. هي الأوهام اللي كانت عنده في الحقيقة كانت سمعية، لكن هو في الفيلم خلاها بصرية وخلاه إن هو يشوف حاجات والحاجات دي كلها. من الأفلام القوية جدا، راجل خد جايزة نوبل واتكرم، يعني هو يعتبر عامل أصغر رسالة دكتوراه في التاريخ، تقريبا 30 صفحة بمرجعين لما قرأتها. يعني حاجة ازاي دي تاخد رسالة دكتوراه لكن خد عليها جايزة نوبل بعد كده. ففيلم جميل جدا ومسلي، والتقييم بتاعه كويس، وتقدر تتفرج عليه بدون مشاكل إن شاء الله. في فيلم اسمه سبيريت، بيتكلم على اضطراب تعدد الشخصيات، من الأفلام برضو اللي تقدر تتفرج عليها وتستمتع بيها إن شاء الله، وتتفهم أكتر على اضطراب تعدد الشخصيات، ممكن يكون واحد عنده أكتر من شخصية. أنا فاكر في قصة الموضوع اضطراب تعدد الشخصيات ده، كان سنة عبد القدوس أنف وثلاثة عيون حاجة زي كده. ده فيلم اسمه افيتور، مش افيتار، ده بيتكلم على الوسواس القهري. خلي بالك عشان ما تتفرجش على افيتار بالغلط وتقول لي ايه الفيلم ده، ملوش دعوه بالوسواس القهري. ده بيتكلم على مرض الوسواس القهري، وتعال نشوف اذا كان في حد ترجم
قصة الفيلم، أقول لك فيلم سيرة ذاتية يعني قصة حقيقية، بطولة ليوناردو دي كابري، بيصور قصة الحقيقية لأحد رواد مجال الطيران اللي أصبح من أغنى رجال العالم بعد أن مارس شخصية شركة أبوه المتخصصة في صناعة البترولية. ترشح ل 11 جايزة أوسكار، ففيلم شكله جميل. بيوتفول مايند اتكلمنا عنه. ريكويم فور أدريم ده بيتكلم على الإدمان. فيلم ماذرليس، ماذرليس بيتكلم على متلازمة توريت. متلازمة توريت ده مرض من الأمراض الخطيرة اللي هو أصيبت بيه بعض الشخصيات المهمة، يعني وهو يشتم أو يعمل إشارات صعبة بإيديه، أو وهو قاعد مع ناس مهمة يعني اتعين وزير، لكن هو ممكن يعمل من غير ما يقصد ومن غير حاجة يقول لفظ سيء أو يشاور بإشارة بإيديه في وجود الملك أو في وجود الرئيس. فالأمراض الناس ممكن تكون يعني الناس الله العفو العافية. في فيلم اسمه تاكسي درايفر ده بيتكلم على اضطراب الشخصية الفصامية. في فقدان الشهية العصبي تو ذا بون، في فصام الشخصية اللي هو كي باكس، وفي لافينج فينسنت ده بيتكلم على الاضطراب الثنائي القطب. فان جوخ كان بيرسم رسومات غريبة نتيجة ان هو كان عنده مشاكل نفسية والحاجات دي كلها. فالفيلم بيتكلم عنه من الافلام الناس الفنانين بتحب تتفرج عليها يعني. دي أشهر اللوحات اللي هو رسمها، بس مخلينا تعمل حركة. في ده من في الأفلام لايك ستارز اون ايرث، ده من الأفلام المهمة جدا في مجال التعليم. يعني ده مدرس لا عنده طالب، يعني كل المدرسين بيقولوا عليه متخلف، لكن هو قدر إن هو يقعد معاه ويقنعه إن هو ذكي ويقنعه إن هو كويس، وراح لأبوه البيت وأقنعه، وبعد كده اقنع المدرسة كلها بان هو طالب كويس، قدر يفهم الشخص ده كويس في ايه. تمام. يعني في مدرس قبل كده كانوا قالوا له خد في طفل اهي، هو متخصص في التربية، فقالوا في طفل اهي هنرفدها المدرسة لان مستواه سيء. فقال قعد معاه شوية، وبعد كده قال له انا عايز ولية الامرها، فامها جت قال لها اقعد هنا وخلي انا اسيب البنت بس ايه لوحدها ونفرج عليها من اوضه ثانيه. فمفرج عليها اللي هو قامت تعمل حركات وبتاع، قال لها دي قويه جدا في الحاجات الحركيه، فحاول توديها مدرسه ثانيه يكون فيها حركه اكتر، فيها تدريبات على حاجات اكتر. فبدات تعلمها مثلا جمباز وحاجات زي كده، واصبحت من اشهر الناس في مجال الرياضيات ديت، وعملت نفسها مشروع كبير خاص بال الحاجات الحركية. فالمدرس لازم يفهم الطالب ده، كان عنده صنفوه ان هو غبي صعوبات تعلم، فقدر ان هو يتفاعل معاه. فأي حد عنده طفل عنده صعوبات تعلم الفيلم ده يعجبك جدا، التقييم بتاعه كويس والفيلم محترم ان شاء الله ما فيهوش حاجة يعني. ذا روين كلارك ستوري ده بيتكلم عن تعديل سلوك المراهقين. ممكن يكون عندك مراهق، مراهق يعني لفظ مش موجود عندنا في الإسلام، لكن طفل ليه آراء ومش عايز يمشي صح، لكن انت ازاي تعدل سلوكه وازاي تخليه يتقبل التعديل دوت بدل ما تحصل مشاكل كتير. ده من الافلام اللي بتتكلم على متلازمة تورنت اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، فازاي ان انت تعدل السلوك لشخص سلوكه سيء لسلوك افضل. طبعا لازم نختم بالجوكر، الفيلم العبقري الرهيب اللي مليان امراض نفسيه الغريب. يعني الجوكر ده اسوأ شخصيه بتحارب باتمان، لكن هم خلوه
بطل الفيلم عشان يخليك تتعاطف معاه. يعني هو قصده كده، لكن احنا بنناقشها من ناحية نفسية، ان حد بقى مجرم كبير بسبب ان الناس بتعامله وحش. ف كنت ممكن تتجنب ان يطلع لك الجوكر ويخرب المدينة كلها بان انت كنت تتعامل معاه بشكل كويس وبشكل طيب. بس كده، اتمنى تعجبكم الافلام، ولو عندك اي افلام مفيدة وتكون محترمة يا ريت تقول لنا على في التعليقات عشان نتشارك كده المعلومة.